صباحك سعيد يا حبيبي. صباح الخير يا أم عدنان. هل ما زال نائما؟ أذهب لأوقظه. أمي تناديني. قال يا ولدي انهض، صباح الخير. يا ولدي أبوك في انتظارك. أنا لا أريد أن آكل، ولا أريد العمل، ولا أريد الخروج من البيت. لما يا ولدي؟ أنت شاب في مقتبل العمر وجميل، لما هذا اليأس؟ أرجوك يا أمي، أتوسل إليك، قولي لأبي أنني أصبحت أحس ببعض المغص ولا أريد الذهاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا هيا يا ولدي، توكل على الله. إني كاره حتى نفسي، ولا أريد أن أرى أحدا غير الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابنك أصبح يحس ببعض المغص، اتركه ليرتاح اليوم. أنا ذاهب إلى العمل، وإذا اشتد عليه الحال خذيه إلى الطبيب. حاضر، مع السلامة. ماذا سأفعل؟ لا شيء يروق لي. ماذا يفعل هذا المجوهرات؟ لقد سمعت أنه سيعرض مجوهراته اليوم. دعني ألقي نظرة، حتى وإن كانت نفسي لا تريد ذلك. سألقي نظرة على هذا المعرض. يا لجمالها، جبتك مجوهراتي؟ نعم سيدي، نعم. إذن فقد وجدت غايتك. كيف ذلك؟ الجمال الذي رأيته اليوم يا ولد هو مصدر الغاية. لقد رأيتك وأنت تنظر لجوهرتي فأحسست بالسعادة. كلما نظرت إلى جمال هذا الكون وخالقه ومخلوقه ذيك الشعور بالثقة والأمان في الذات. في الثقافة الإسلامية يعتبر شعارا للطمأنينة الذاتية، هو الغاية الأساسية للجمال يا بني. أشكرك سيدي على هذه الموعظة الحسنة التي بدرت منك. العفو يا ولد. سأغير منهجي في حياتي وسأبحث عن غايتي. هذا ما كنت أبحث عنه. الحمد لله، لقد علمت الآن. ماذا علمت؟ علمت بأن الجمال هو ما يجعل الشعور بالسعادة والإرضاء، كما أنه يعطي الشعور بالثقة والأمان في الذات. سأذهب الآن لأخبر أمي. يا أنا سعيد يا أمي. أسعدني معك يا ابني. لقد وجدت غايتي يا أمي، لقد وجدتها. ماذا وجدت يا ولدي؟ وجدت ما لم أكن أعلمه. علمت بأن الغاية تأتي من الجمال يا أمي، لذلك سأنظر إلى الجميل لتسمو غايتي إلى الأفضل. الحمد لله. سأذهب الآن لأساعد أبي. حسنا يا ولدي، اذهب. ما رأيكم؟ أليست الغاية هي الهدف الذي يسعى إليه الشخص أو المجموعة في الفنون؟ والجمال هو الشيء الذي يجعل الشخص يشعر بالرضا والإثارة الجمالية. يمكن تحديد الغاية في كيفية تحقيقها بواسطة الجمال، وكيف هي تلبي للغاية المحددة. إخواني، إذا أعجبتكم الفكرة فلا تبخلوا علي باللايك والمشاركة في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.